سيادنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. تنتمنى تكون كل شيء بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. الفيديو ديالنا هو على الذكاء الاقتصادي وعلى المشروع اللي زوين بزاف. هذا المشروع سيدي بيتواجد في كازا بلانكا، حي أملاك البرنوسي. هذا هو الشركة ديال هذا المشروع. هذا مشروع عجبني بزاف. كيف ما العادة كندور في الفيسبوك في لي باج وكنقلبوا على المشاريع ديال الذكاء الاقتصادي كنبارطاجيها معكم وكنشوفوا المواقع الرسميه اولا المواقع الرسميه ديال هاد الشركات هادي كندخلوا ليهم كنعاودوا نستافدوا منهم. دابا انا حاليا شفت هاد الموقع الرسمي ديال هاد المشروع هذا وعجبني وبغيت نبارطاجيه معكم. فيه مميزات جميله، يعني داكشي اللي كاين في هاد الموقع هادي الا كان حقيقه انا ما مشيتش ما شفتش، ولكن من خلال هاد الموقع ديالهم داكشي زوين معتبر، يعني ما عندي بنقول باش نزيدو يعني نكتشفوا هاد المسائل هادي. غنخليكم مع بعض المقتطفات من هاد الشقق هادي، فينيسيو والفراش كيفاش دير كيفاش الفصاله، هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه من خلال الفيديو هادو. تبعونا من الاول حتى الاخر. هذا هو الموقع الرسمي ديالهم، دارك بزيرو درهم في البرنوسي، نمره الهاتف كيف كتشوفوا فيها. هذا هو الموقع، غادي نكتشفوه من بعد ما نشوفوا لا فيديوهات ديال هذا المشروع هذا. اذا اخويا كيف كتشوفوا هادو هما، يعني هذا صالون صالون يعني تصوير بالكاميرا مثبته، كتشوفوا الصوره من جوج جوية من هنا ومن هنا. وديال الكويزين عندهم شويه ديال الكويزين كبيره مزيانه. هذا بيت الدراري تقريبا راه نفس الفصاله ديال الشركات الاخرين. هذا بيت نعاس بلاكار، يعني مزيان ما بيش فينيسيو زوين. هذا الصالون كبير، هذا ربما النموذج الاول، هذا النموذج الاول وهذا نحاولوا النموذج الثاني. هذا النموذج الثاني الاخوان، الصالون لاكويزين، هذا النموذج الثاني لاكويزين ديالو ماشي بحال الثانيه. كذلك بيت ديال الدراري ماشي بحال ديال الثاني، بيت نعاس ماشي بحال النموذج الثاني. ربما تقريبا غادي يكونوا ثمن مختلف، ربما لي صالون غيكونوا بحال كبير ما شفت انايا. اذا هادشي اللي كان الاخوان، غادي ندوز دابا للمعلومات ديال هاد المشروع هذا. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a. إذن هذا الإخوان، هذا هو الموقع الرسمي ديالهم، حي أملاك البرنوسي بالدار البيضاء. يعتبر من حي الحياة الأجمل، حي الأملاك البرنوسي، كيتميز موقع استراتيجي في قلب حي سيدي البرنوسي بالدار البيضاء. المشروع كيتواجد في شارع الشفشاوني قرب كل من الطريق الوطنية وطريق السيار وطريق الساحلية، وكذلك من خط ترامواي الجديد الخط جوج. إقامات الأملاك البرنوسي كتقدم شقق ب 25 مليون، يعني تقدر 25 مليون، وكتمنح فضاء العيش عصري مريح، كتوفر لكم جميع المرافق الضرورية لكي كتسهل عليكم الحياة اليومية. بطبيعة الحال أي مشروع راه ضروري خص يكون حدا المرافق العمومية، إلا ما كانوش المرافق العمومية راه ما كاينة حتى شي حاجة. هذا المشروع هذا
فريد من توقيع الجو أشهر المهندسين المعماريين المغاربة رشيد الأندلسي وعبد الواحد المنتصر، حي الأملاك البرنوسي، تصميم خصيصا باش يمنع لكم أفضل طرق العيش في قلب الدار البيضاء. يعني هادو الناس اللي كيشرفوا على هذا المشروع، هذا ناس معماريين عندهم خبرة أنا ما تنعرفهمش. اللي بغيت تتعرف على هاد الناس هادو مع رشيد الأندلسي أو عبد الواحد المنتصر، ديروهم في جوجل وغادي تعرفوا شكون هما هاد الناس هادو. اللي تميز كذلك في هذا المشروع هذا، هناك محلات تجارية، يعني حي الأملاك البرنوسي يقدم محلات تجارية للبيع باش تطوروا المشاريع ديالكم وباش تستمروا. المحلات التجارية فيها مساحة تتراوح ما بين 17 متر حتى 265 متر، تتواجد فيها الممرات والشوارع الرئيسية. يعني في هذا المكان هذا، هذه صورة من المشروع في الشارع، يعني المحلات كيف كتشوفوا هنايا، هنا كاينين المحلات ديال التجارة. هاد المحلات كيستافدوا كتستافد من الطلب الجزائري لساكن الحي اللي كيشغل على أكثر من 4000 أو 45000 نسمة وأكثر من 500 شركة. إلا بغيتي تلقى في الأملاك البرنوسي فضل هذا المشروع، غادي تستافدوا من جميع وسائل الراحة اللازمة الحياة الأفضل. كاينين مدارس وكاينين سوق مغطى، مساجد، محلات تجارية، فضاءات للعب، ملاعب رياضية، مركز للشرطة ومساحة خضراء، وفرن وحمام ومركز صحي ومركز تنمية بشرية. يعني هادشي كامل كاين في هذا المشروع هذا. غادي نستمعوا بعد الشهادات ديال الناس اللي ساكنين في هذه الحي هذا، شنو تيقولوا اشنو تيقولوا في هذا المشروع هذا اللي عطاو. علاش تيعجبك تسكن في حي الاملاك البرنوسي؟ كيعجبني حيت المدرسه ديالي قريبه للدار ونقدر في الصباح نعس كثار، وكيعجبني حيت صحاباتي كاملين تيقراو معايا، كنتلاقاهم في الصباح وملي نرجعوا من المدرسه كنلعبوا شويه وكنخدموا التمارين كاملين في الدار. المدرسة ديالي زوينة، فيها الألوان وفيها بزاف الأقسام وفيها حتى التيرانات، كتعجبني بزاف. ديما كتسخر من الحانوت وكنلقاو كلشي حدانا، ديما كنبغي نتسخر وكنعاود نطلع دغيا حيت كلشي قريب لينا، كنحس براسي كبير ملي كنتسخر. ديما كنشطر مع الغدار باش يبقى لي صر باش نبيه بيهم. يلا أنا مشيت صحابي الوقت اللي بغيت، وما كنخافش من الطوموبيلات هنايا. ماما ولات كتخليني نخرج نلعب وكتقول لي بخا غير هنايا، واصلا كاين با ابراهيم كيحضيني باش ما نمشيش لشي بلاصه بعيده. هنا عندي بزاف صحابي وغنوليو نلعبوا في التيرانات الكره والباسكت. يلا بسلامه. اذا اخوتي هذا هو المشروع اللي بارطاجيت معكم اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وغيكون شويه ديال الاستطاع خلينا نخدم حدايا هنايا. المهم كنتمنى يكون عجبكم، غادي تلقاو ان شاء الله هذا الموقع هذا تلقاو في الديسكريبسيون. اللي يدخل وبيعرف معلومات بزاف ويجتهد اكثر يدخل ويشوف ويعطينا رايه في لي كومونتير. اذا هادشي اللي كان الاخوان، كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.